التجارب السلبية ولا الصدمات هي ضرورة حتمية، هي اللي تصنعنا، لازم تكون، ما نقدرش حنا نخيروا الأحداث تاعنا. راح تساعدنا في التصفيات ما يخص العلاقات. صح صح. هي المعيار الأول. أكيد أكيد، إنه الإنسان يتعلم بالألم وش ما يتعلموش بأمور واحدة أخرى. الألم هو نعمة، هذا الشيء الأول. حاجة الثانية، الألم ولا طريق الألم والمراحل اللي يمر بها كامل هو اللي راح يمدلنا هذاك الدرس، راح نقدروا نتخطاه ونتجاوزه. أكيد أنه ما نقولش هذه حاجة سهلة، أكيد مراحل تجاوز راح تكون صعبة، لكن صعبة ومش مستحيلة. ما راح نقدر نتجاوز وراح نقدر بإذن الله نفوت هذه المرحلة. أول خطوة نقدر نعملها هي التقبل، نحاول نتقبل هذه الأحداث، خدش كل ما رفضتها، كل ما تعاملت مع هذا الامر بطريقه شخصيه وقلت ما نتقبلش هذه الصدمه وما نتقبلش هذه الخساره اللي راني فيها، كل ما هذا الامر يزداد. نحاول كذلك اني نبحث عن المعنى. كيفاش نبحث عن المعنى؟ نشوف كيفاش يقدر يخدمني هذا الحدث السلبي، كيفاش نقدر نشوف روحي من خلال هذا الحدث السلبي، كيفاش نقدر نبحث عن المعنى من خلاله. هذه الصدمه اللي كانت في الجانب تاع المشروع، هذه الصدمه اللي كانت على مستوى العلاقات، هذه التجارب السيئه اللي مريت بها كيفاش تقدر تفيدني باش ما ننطلقش من الصفر. لانه العديد منا يشوف أن التجارب هذه السلبية راح تخليه ينطلق من الصفر، هي العكس، راح ينطلق من التجربة.